السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيتكم بوصفه جديده ان شاء الله، ديال وصفه العشاء، يعني سريعه، غراتان ديال البطاطا، سريع وبسيط في نفس الوقت وكيوجد بسرعه. غادي ندوز معكم المقادير ان شاء الله. عندي قزبره معدنوس، معلقه من القزبره، معلقه من المعدنوس مقطعين، عندي الزعتر، كمون، كركم، كاين واحد القريصه ديال سكنجبير، وحده تاع البزار، جوج معالق كبار تاع الزيت، كاينه الثومه محكوكه، عندي بطاطا اللي قطعتها دوائر وسلقتها في الماء وشويه الملح، عندي الطماطم اللي مقشره ومقطعه يعني عشوائيا، و كيلو فرماج محكوك. غادي ندوز للطريقه. تنهزو قزبر المعدنوس، كنديرو فيه الزعتر، الكمون، يعني معلقة صغيرة ديال الكمون وشوية ديال الكركم، قريصة تاع سكنجبير وتاع البزار ما كترش لأنه حار. غرضنا في الكمون في هذه الوصفة أكثر من التوابل الأخرى. وعندي ثلاثة دروسة ديال الثوم، ولكن ما غاديش نكملهم حيت بغيتهم لوصفة أخرى، يعني غادي نستعمل غير نصف الكمية. والزيت، كنخلط كمل الزيت اللي عندي، يعني عندي جوج معالق كبار. غادي نهز واحد المول ديال الفران، غادي نسد فيه الطوماط، غادي ندير البطاطا يعني بطريقه عشوائيه، ماشي كنهز الخليط ديال القزبر والمعدنوس، والثوم، صدقوني هاد الأكلة يعني رغم البساطة ديالها رائعة جدا، ثم غادي تشوفوا الشكل النهائي ديالها كي تيجي. هادشي كله يعني ملي غادي يكون في الفران غادي يبدا يذوب، باش ينزل لينا حتى المطيشه، يعني هاد الزيت غادي تهبط حتى المطيشه. كنهز الفرماج،
صافي ها هو وجد، غادي نديوه للفران نطيبو وغادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش الشكل النهائي ديالو ان شاء الله. ها هو الكاطان ديالنا ديال البطاطا ملي خرج من الفران كما كتشوفوا شهي جدا رائع، واحد الريحه ديال الثومه مع التوابل والفرماج يا سلام. زين هانتوما تقطع لكم واحد شويه نتوما شتو رائع جدا. ثم مع الطماطم كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم، وكيف العاده في اخر كل فيديو كنقول لكم اللي ما اشتركش في القناه ديالي يشترك فيها ويدير بارطاج وكومونتير وجيم، وكنتمنى لكم ان شاء الله يوم موفق والى فرصه اخرى ان شاء الله. مع السلامه، السلام عليكم.